انتشر من أيام فيديو لجندي إسرائيلي كان جالس بيعزف على الجيتار وبيغني فوق دمار وحطام المباني في غزة. وكأنه الفيديو مو مستفز كفاية، طلعت معلومة إضافية حقيقة أكثر استفزازاً، وهو أنه الجيتار طلع مسروق، لأنه صاحب الجيتار طلع شاب فلسطيني اسمه حمادة نصر الله، طلع وقال أنه انصدم وقت شاف الفيديو على تيك توك وشبه كده على الجيتار لأنه أبوه أهداه هو من 15 سنة وما في منه كثير في غزة، ولما نركز في الفيديو ومكانه أتأكد أنه هذا الجيتار حقه، وقال أنه يعني مو كفاية أنهم أخذوا كل أحبابنا وبيوتنا وعائلاتنا، كمان جايين ياخذوا الموسيقى وأجهزتنا وذكرياتنا أيضاً.